طيب تعالوا نشوف بقى النهاردة العصير بتاعنا، عصير مغري جدا جدا ومنعش جدا جدا، وبصراحة عايز يتاكل كده قبل ما نحطه في الخلاط. عندنا بطيخ أحمر كله أحمر النهاردة، عندنا فراولة، عندنا قرن فلفل سبايسي، عايزة أقول لكم طعمه جميل جدا وفي كده حتة سبايسي كده في الآخر، عندنا تلج وسكر، وما نحطش سكر كتير بما انه سبايسي، لكن لو مش لو هتشيلوا منه قرن الفلفل حطوه عادي، حطوا السكر اللي انتوا عايزينه. ماشي، هحط اول حاجه الفراوله كده، واحط البطيخ هنا شويه وندلق كله مره واحده. تاني المشروب الأحمر، مشروب الحب ده كله أحمر فحم أهو. كل ما تعوزوه سبايسي أكتر كل ما نحط إيه، هحط حتة صغيرة كمان، بجد طعمه جميل جدا. حبة كنت عملته مرة بالمانجا، مانجا مع قرن فلفل أحمر برضو أو أخضر، كان على فكرة طعمه حلو قوي للناس اللي جربته.